ولا روسيا ولا أمريكا. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول لاجئين سوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر. ووقع ترامب على أمر تنفيذي ينص على تعليق قبول كافة اللاجئين لأربعة أشهر، وتعليق دخول الزائرين القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة لثلاثة أشهر. من جهته انتقد مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ قرارات ترامب قائلا: نحن أمة مهاجرة. مهندس مروان، يعني يمكن تبعات هذه القرارات من قبل الداخل الأمريكي على المسلمين ستكون طبعا قوية، ولكن لقينا أن في أصوات تانية أيضا داخل أمريكا، منهم عمدة نيويورك، وشفنا خطاب كبير في جامعة نيويورك أنه بينتقدوا أداء ترامب. في رأيك هل هذه الأصوات تجعل ترامب يتراجع إلى الخلف؟ بصي، هو لعبة رأي عام وسياسة على قواعد التقليدية ليها. هو بيلعب للناس ودخل الناس بالخوف، الناس خافت كلها فانتخبت ترامب، والجانب الآخر دلوقتي بيلعب نفس مكمل سياسة الانتخابات، إن أنا بضغط عليه من خلال مظاهرات، من خلال خطب، من خلال ممثلين بيتكلموا قيادة رأي عام إن هذا الرجل خطير، وإحنا يعني بيحاولوا يوقفوا اللي كان بيقول إن هو هيعمله. يعني احنا بدأنا ضغط مبكر عشان نوقف هذا الرجل عن الوعود الغريبة اللي قالها حول العالم، هيقفل ايه ويفتح ايه ويمنع ايه والكلام ده كله. الناحية التانية هو لقى ان في ضغط سياسي مبكر، قال له خلاص ارجع لتخويف الناس والعب على الارهاب ومنع المهاجرين ومش عارف ما تدخلش ودخل والكلام ده. ولكن الصدام ده اللي بدأ يحصل، صدام سياسي، وبدأت الحركة السياسية مبكرة جدا للضغط على ترامب، وهو اشتغل للناس برضو على رعبهم، دي مؤشر ان ربما الفترة القادمة هيبقى فيها زادة داخلية في امريكا ما بين المؤسسات الامريكية وما بين قيادات الرأي وما بين. ونرجع ونقول الفترة دي بالتأكيد ستنتهي المؤسسات الامريكية انها تعرف تلم القصة، ولكن فترة الاهتزاز دي هي فرصة الدول اللي هي في المناطق الرمادية زي مصر انها تحاول تنفذ ارادتها، نعدي من ازمة اقتصادية، نعمل توازن داخلي، الكلام ده كله. فانا هذا الرجل الى هذه اللحظه عايش لحظه الانتخابات، وللاسف المجتمع الامريكي لسه مكمل لحظه الانتخابات لغايه دلوقتي.